بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا شرح طريقة استخدام أو طريقة تعلية جودة الكاميرا في الآيفون إلى أقصى حد، بحيث إنه من ضمن نظام الآيفون يتيح لك التصوير بعدة أنواع من الصيغ أو جودة التصوير بشكل أفضل، بحيث يتدرج من 720 اتش دي الى 1080 اتش دي الى 4K. طيب، نروح اول شيء على السيتنج، بعدين ندور الكاميرا زي ما انتم شايفين، ندخل عليه اهو ريكورد فيديو، زي ما انتم شايفين متوفر بخيارين 720 اتش دي اللي هو 30 اف بي اس، ومتوفر ب 1080 اتش دي، لكن كل ما زادت الجودة كل ما كبر مساحة الفيديو زي ما هو موضح اهو. 60 ميجا لو كان 720 اتش دي، و130 لو كان 1080. بالنسبة للايفون 6 اس فما فوق، متوفر فيه خيار ال 4K، خيار ال 4K جودة التصوير ما شاء الله تبارك الله. أيضا من ضمن الخاصيات الموجودة اللي هو خاصية الاسكان، اللي هو كيو ار، اللي هو الباركود، تقدر من خلال كاميرا الايفون تصوير اي باركود بدل ما تحمله اي برنامج حق الباركود، ده عن طريق توجيه الكاميرا الى اي باركود وقراءته اهو. والخيار الاخير اللي هو اتش دي ار، تقدر تدخله اللي هي المربعات الموجوده في اثناء التصوير. هذه حق الكاميرا مود، وهذه حق الفلتر تقدر تضيفه ايضا. كانوا معكم اخوكم